بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير. لا تنسون تشتركون وتفعلون زر الجرس، وإذا عجبكم المقطع حطوا لي لايك. اليوم بسوي طبق مرة بسيط، يعني بس عبارة عن دجاج، صوص الجبن، بطاطس مقلية. بس أول شيء أجيب بطاطس مقلية وقطعتها وأحط عليها ملح عشان يفرق الطعم، لما تملحين قبل القلي يفرق مرة الطعم. بعدين جبت الدجاج وقطعته مربعات صغيرة، يعني تقريبا زي كذا مثلا تسوي إدام دجاج، بس أهم شيء صفوا شوية كويس الموية، يعني لا تخلون موية مرة عالية ولا تخلون موية شوية. المهم أنا سويته وغسلتها بزنجبيل، الدجاج نفسه غسلته بزنجبيل، بعدين صفيت الموية وحطيت موية جديدة شوية، وأحط 3 ملاعق دقيق والبهارات اللي أبغاها، وإذا كنت أبغاها حراق أحط حراق، أحط فلفل وعليها ثوم وملح وكمون، كزبرة ناشفة، وعندكم الفلفل الأسود وفلفل أحمر إذا كنتوا تبغوه حار. خلاص وأعبي شوية موية، مو مرة يعني كثير، يكون خليط زي البانكيك. شوفوا تقدروا تستخدمون الزنجر هذا بدل خلطة الدجاج، ولكن هذه أوفر، يعني لما تشترون 2 كيلو دجاج ب40 ريال أكثر من هذه وأوفر بعد يعني، وأفضل طعم أنا بالنسبة لي، لأنه أغلب هذا الزنجر اللي زي كذا يكون جاهز يكون أغلب الطحين، ترى ما يكون أغلب، ما فيه دجاج كثير، فأنا ما أدري يعني شوفوا اللي أنتم يناسبكم. وهنا بعد ما حطيت البهارات والطحين والحاجات هذه كلها وبديت أخلطه أزيده موية، شايفين هذه البهارات كلها اللي استخدمتها، وأزيده موية يعني اللي يخليه زي خليط البانكيك. انا صفيت المويه اللي قبل شوي عشان فيها دم، يعني خليت الدجاج من دون دم عشان زنخه الدجاج ما تصير ظاهره، والزنجبيل كمان يوخر زنخه الدجاج اذا كان فيها زنخه. انا نفسي صراحه اقرف من الدجاج اللي فيه ريحه زنخه، يعني لما تقلوه ولا تطبخوه فيه لسه تحسوا نفس الطعم حق الزنخة الدجاج فيه. هنا حطيت تقريبا 2 ملاعق دقيق وحط عليها حليب وخليها زي صوص البشاميل، الحليب مع الحليب سائل طبعا زي صوص البشاميل. بعد كذا احط عليها ملح واي حاجة ابغاها، اذا كنتوا تبغوا مثلا لونها اصفر زيادة حطوا 2 ملاعق كركم، اذا ما بغيتوا عادي تحطوا فوقها الاجبان، اخر شيء جبنة سايحة والأجبان انتم تعتبونها جبنة تشيدر، جبنة موزاريلا، عادي زي ما انتم تبغون، اهم شيء اضيفوا الأجبان اللي انتم تبغوها، انه هو اصلا بالاخير حيصير صوص جبن. هذا تقريبا بعد ما خلاص حطيت شلته فوق النار وحطيت هنا احط عليه الأجبان واقلب، هذه جبنة سايحة، وحط ايضا جبنة تشيدر. اللي ما يبغى الجبنة السايحة وشوفها مضرة عادي، لأنه لو مضرة كانت يعني كان منعوها هيئة الغذاء والدواء، لكن ما هي مضرة. فهنا كده خلطها خلاص كويس عشان يذوب هذا كله، وهي بحرارة الخليط يذوب الجبن. هنا بعد ما خلاص استوى الدجاج أوريكم كيف شكله، طعمه مرة حلو صراحة، بس إنه أنا عشان معي القلم ما أقدر أكل منه، ما أكلت منه. وهذه البطاطس تقدروا تستبدلونها بالبطاطس حقت الثلاجة هذه اللي تجيكم مثلجة، وهذا صوص الجبن. وطبعا انا كمان سويت مخلل الفلفل. وكذا تقريبا وصلت لنهاية اليوم، استودعتكم الله، مع السلامة.